تأهيلا وتنمية لقدرات منتسبي القوات الأمنية بوادي وصحراء حضرموت. اختتمت بمدينة سيئون ورشة تدريبية حول القانون الإنساني الدولي الذي تنفذه مؤسسة وطن للتنمية والتدريب بتمويل من المؤسسة السويسرية للتنمية والحكومة الهولندية ضمن مشروع ساند لتعزيز قدرات رجال الأمن والنخب العسكرية بالمحافظات الشرقية في القانون الإنساني الدولي. تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار القانون الدولي الإنساني. هدفها القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية المدنيين للحد من الانتهاكات التي قد تطال المدنيين، وأيضا حماية الأشخاص الذين استسلموا أو تم إيقافهم بسبب جرح أو مرض أو غرق لهذه الاتفاقيات جنيف الأربع، تحميهم ويتم معاملتهم بهذه المعاملة. أيضا تم التطرق إلى الأساليب والوسائل التي يتم استخدامها في أثناء النزاعات المسلحة، منها المبدأ الإنساني وأيضا الضرورات العسكرية ومبدأ التمييز والتناسب وعدم المعاملة بالمثل. الورشة التي استمرت على مدى 4 أيام شارك فيها 80 مشاركا ومشاركة من منتسبي القوات الأمنية بوادي وصحراء حضرموت. ويستهدف المشروع 320 من منتسبي قوات الأمن والشرطة بمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة بهدف الاهتمام بالجانب التدريبي والتوعوي لضباط وصف وأفراد المؤسسة الأمنية خصوصا في الجوانب القانونية ليتمكنوا من أداء مهامهم وفق النظم القانونية الصحيحة. هذه الدورة التي استفدنا منها الكثير من المعارف التي تخص القانون الدولي الإنساني، والتي فيها استفدنا الكثير بخصوص كيفية مواجهة الأمور الأمنية وكيف نجنب المدنيين منها وحماية المدنيين. وفي اختتام الورشة كرم مدير عام الأمن بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العبثاني المشاركين في هذه الورشة، حيث أشاد بهذه المبادرة الطيبة من منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع التوعوية للجهات الأمنية، لافتا بأن هذه الورشة تأتي تزامنا مع الجهود المبذولة تفعيل المؤسسات الأمنية التي تعرضت لتدمير ممنهج وسياسة إقصائية خلال الفترة الماضية.